ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا. انا مش بقول لك تبقي زي شيف المغازي، طبعا احنا عندنا برنامج بيشوفونا الناس في كل دول العالم وبيشوفونا المصريين في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه، الطبيعي لازم يكون الكاونتر بتاعنا مليان وحاجات جميله. شوف اللي بتكلم ده الصدق اللي تعودنا ليه بيه دايما على شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى للامانه. ولكن انت مطلوب منك تعملي، شوفي افراد اسرتك مكون من كام، زوج وزوجه وطفلين، اهلا وسهلا، حماتك عندك النهارده، امك، دي حاجات الحلوه دي كلها مهم جدا ان تكون السفره بتاعتك مترتبه. مقادير جوز فراخ حلوين محشيين بالرز والخلطه او رز بالخلطه، المقادير على الشاشه. جوز فراخ معنا كوبايه من الرز او كوبايتين عشان نزود الرز شويه ونحطهم تحت الفراخ المحشيه، معانا كبد وقوانص متقطعه وبصله وتومه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، شويه قرفه، شويه حبهان، شويه مستكه، جوز الطيب، الحاجات الحلوه اللي بتدي فليفر وطعم تاني للاكل بتاعنا. حلو الكلام. نبدا باول حاجه الجوز الفراخ، نامن عليهم كده ونشوفهم ايه طبعا حلوين، ونشتريهم من عند الجزار او من عند الراجل الفرارجي، ما يجرحش الجلده بتاعتها علشان الجلده دي بتسترها وهي في البوكيه الجرنيه او في الحله وهي بتستوي. والفرخه وزنها ما يزيدش تقريبا عن 750 جرام، لو اصغر من كده كمان تبقى حلوه. ادي جوز فراخ حلوين اهمت زي الفل تمام، وتتنضف من جوه وتتغسل كده، تتغسل بشويه ملح خشنين وشويه دقيق ونلطفها كده، وهنتبلها مع بعض دلوقتي مع بهارات لطيفه من الملح والفلفل وشويه القرفه. وانا شغال اهمن الفراخ كده بتتبيله حلوه جوه بطن الفرخه، دي اساسي، لان الفراخ لما تستوي مع البوكي جرني بتاعنا الحلو ده كده، البعض بياكل الرز يلاقيه من جوه فيه زفاره، انا مش عايز الجو ده. شفت انا عملت ايه؟ حطيت ملح وفلفل وشويه بابريكا وشويه قرفه، فص توم محترم كده، واقلبهم مع بعض اهو، بسيط خالص. تاني الخلطه دي يا شيف توم، فلفله حلوه اللي هو البابريكا، ملح وفلفل، شويه قرفه ناعمين. وامسك الفرخه دي كده من جوه من عندي ايه رقبتها وانت طالع لبره اهو اهو اهو. الخلطه دي مهمه جدا عشان احشيها رز دلوقتي بالخلطه اهو. دي اول تركايه، انسى ان تشمي زفاره للفراخ او للرز اللي بتاكليه جوه الفرخه يكون فيه ريحه زفاره. بتشوفيها ازاي الزفاره اول ما بتفتح الفرخه وهي سخنه، حتى لما بتاكلي حمام بره تفتح الحمام كده وهو تشوف الرز اللي جوه، شميتي ريحه تعرف ان الحمام ده مش متنضف من جوه. خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. النظافه اللي بينظفها الراجل الفرارجي او الصنايعي اللي بتشتري من عنده. شفت التركيه الصغيره ديت؟ التفاصيل بس. جوز الفراخ كده تمام، المس عليهم كده حلو، ادي اول خطوه انا عملتها حلو قوي. نخش مع بعض على الرز بالخلطه، هنعمله ازاي؟ الطبيعي معلقه سمنه حلوه، سمنه بلدي حلوه كده، رمضان بيحب الفرفشه، يحب ان احنا نهتم بتفاصيل معلقه سمنه حلوه، معلقه زبده. هتقولي لي رجيم، مفيش مشكله، احنا ممكن نعمل اكل صحي برضو عادي خالص. ادي البصله، معلقه السمنه، بصلايه ناعمه حلو، فص توم ناعم حلو كده، ومعانا كبد وقوانص بنحوش فيهم من بدري او تشتري من عند الراجل الفرارجي شويه. الكبد والقوانص زي الفل، ننزل عليها بالرز بتاعنا. دي اللي هتتحشي جوه الفراخ. راحت جنى، ملح وفلفل. تعمل ايه ده يا شيف؟ شويه الرز لازم اتوصي بيهم شويه. نصيحه مني بقى في الشهر الكريم، ما تكتريش توابل كتيره في الاكل عشان المعده فاضيه بريئه. بنشرب المشروب الرمضاني، بناكل تمرتين حلوين كده، كوبايه حليب، اللبن الرايب، الحاجات الحلوه دي كلها. الله. حلو، ياخد كده ايه تقليبه حلوه. هحشي الفراخ بتاعتي والباقي هيستوي، الباقي من الرز ده مع الكبد والقوانص هيستوي. عم ان انا احطهم في الطبق وارص عليهم الفراخ المحشيه، خلص الموضوع. ادي المطبخ. انا عايزك في رمضان مش كل ما جوزك يسال انت فين، انا في المطبخ. لا خالص، المطبخ ده تخليه هو اخر حاجه بالنسبه لك واسهل حاجه. لان معاك سند ومعاك القناه الاولى، الشيف المغازي اهو بيتابع معاكي. شويه شوربه على النار، بوكيه جرنيه، جزر، كرفس، بصل، حفظنا يا شيف الله يسامحك. باخد منهم شويه ميه كده. اللهم صل على النبي. ما استخدمتش اي مكسبات طعم خالص. بعتمد على اصابع ايد العشره زي ام زمان واكله امي. كش تعرف اي حاجه غير ايديها، شويه الملح وشويه الفلفل، تحطهم في قلب الحله خلص الكلام. الرز اهوت اسيبه يتشرب كده على النار، والفراخ جاهزه عندي. هحشي الخلطه دي للفراخ وبعد كده اسقطها في قلب البوكيجر دي بتاعنا، الميه اللي بتغلي. هعمل دلوقتي صينيه البسبوسه. الفراخ خلاص جاهزه،
الخلطه او الرز بالخلطه بيستوي على النار، خد التوابل ملح وفلفل وقرفه زي ما شفنا مع بعض وشويه فلفل حلوين، وتحط في الاعتبار في اطفال صايمين هياكلوا من الاكل ده فما نكترش الشطه. كده الرز جاهز بيتشرب والفراخ جاهزه هحشيها اسقطها في قلب الشوربه دي بالظبط 20 دقيقه اطلعها ادخلها الفرن استوت الفراخ. حلو الكلام. نيجي لجوز فراخ حلوين مع بعض اهمت وحل على النار بتغلي فيها ميه وبوكي جرنين بص عليه كده ونصلي على الحبيب. جزر كرفس بصل وتوم كل ده في الميه. اه كل ده في الميه جاهزه. الميه دي هستفيد بيها هضرب عصفورين بحجر مش جوز فراخ بحجر. يعني ايه يا شيف؟ يعني هتسوي لي الفراخ اللي انا حشيتها دلوقتي رز بالخلطه وفي نفس الوقت هاخد من الشوربه دي اعمل شويه شويه شعريه شوربه حلوه قوي هتعجبك. اهي شعريه متحمره زي الفل بحط عليها شويه جزر متقطع كرهات صغيره اهو بالشكل شوربه طلعت معايا اهو. اه حلو الكلام. واقلبها كده اهو اه. واعمل ايه يا عم الشيف عشان ما تاخدش مني وقت؟ هحط شويه شوربه عليها كده واسيبها وبقيه الشوربه عندي. ناخد جزء الفراخ نحشيهم مع بعض اه. اللهم صل على النبي اه. الرز اللي باقي عندك هيكمل سواه ونحطه تحت جزء الفراخ. قافل الفراخ كده بتوزبيكس صغير اللي هي الخله بتاعت السنين يعني مش لازم تجيب الخيط وابره بقى وتخيطي اه زي ما هي كده. السر في ايه يا عم الشيف؟ السر في التفاصيل ان الميه لما تكون بتغلي فيها بوكيه جرنيه والفرخه عندك محشيه هي هتاخد الصدمه بتاعه الميه فهتثبت زي ما هي اهي مش هتطلع الحشوه منها خالص بالشكل ده كده. تاني اهو نخش على التانيه اهو اهو شويه الرز. اهم حاجه التركايه اللي انا عملتها في البدايه جبت شويه توم بهارات حلوه ملح وفلفل وكترت الفلفل الاسود المجروش ودخلت بيهم جوه الفرخه بطن الفرخه من جوه من عند الرقبه لغايه معدتها لغايه قلبها من جوه ومسكت الفلفل مع البهارات كده اهو وبعدين ادخل الرز بالخلطه ده كده اهو 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 وادي مساحه للرز يكمل سواه جوه يفرد عضلاته اهو واقفلها بالتوزبيكس ده كده اهو عشان حبايبنا المبتدئين في المطبخ تعمل لحماتها النهارده اللي جايه تزورها اول مره في الشهر الكريم اول رمضان يا نينا يجي وانا معاكم في البيت. هاكلك النهارده شويه ملوخيه ما تقوليليش حماده بيحب ياكلهم من ايدي يا نينا اهو. مين يا فندم؟ موجوده. هنشيل ده كده مع بعض. اللهم صل على النبي. حلو. والروقان في المطبخ رايق لان رمضان ده عزايم وضيوف وحبايب لازم تجينا وتلاقي الباب بيخبط جاي يفطر عندكم النهارده. نعلي النار اه حلو يلا اللهم صل على النبي اه علي النار على الاخر اه حلو. لازم الفراخ دي تاخد غلوه 20 دقيقه واغطيها علشان تستوي بسرعه اه وانا شغال لازم تغطيها كويس تقوم تستوي معاك بسرعه. المغرب ياذن واكلك جاهز. خلي بالك انا في تفاصيل كتيره لازم المشاهد يشوفها. تشتغلي على الرواق انت كده وطبعا اسهل مني وابطا مني اهو 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 اهو. خد الخلطه دي يا عم الشيف شفت الجو ده كده اهو اهو ده معجون طماطم او كاتشب معلقه توم حلوه رشه فلفل اسود عصره ليمون وامسك الفرخه كده من فوق وتحت اهو بالشكل ده كده. التفاصيل دي مهمة جدا. مكعبين من الزبدة احطهم دلوقتي على وش الفرخة اهو درجة حرارة اه زي ما انا شغال كده اهو اهو. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ درجة فرن درجة حرارة الفرن عندي 180 اهو. عينيا اهو يا فندم اهي 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 يلا ابا اللهم صل على النبي يلا باي باي. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اهو واجيب طبق الرز الحلو ده كده زي ما هو واشيل جوز الفراخ احطهم على الرز. هنسيب الفراخ وناكل الرز اه. الله استوت والله المغرب يأذن ونشوف. اللهم صل على النبي. مش لازم بقى نجيب الديك الرومي سعره الشيء الفلاني مش لازم الفخده الضاني. خلي بالك انا قلت لحضرتك السنه دي في رمضان على القناه الاولى له تفاصيل زي مصر كده ما لها تفاصيلها ولها طعم تاني في الشهر الكريم رمضان. انا بحط الزبده اللي ساحت بحطها على وش الفراخ ما ارميهاش خلي بالك ده خير حلو قوي زي ما انا عملت كده اه.